يا سلام عليك يا سعيد، ما لقيت تاكل على السحور الا المخللات. هذا طبعا دول المكسرات والشيبس طول السهره، وبعد كل هالموالح كيف راح تقدر تتحمل عطش طول اليوم؟ سهل كثير انك تتغلب على العطش خلال الصيام اذا سمعت مني هذه النصائح. واولها تبعد عن السكريات والموالح والمقالي اللي تسبب لك عطش دايم ليل ونهار. ولا تنسى يا سعيد التخفيف من المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، يعني قهوه وشاي وحتى المشروبات الغازيه، لان الكافيين مدر للبول وبالتالي الجسم يخسر ماء. خلال السهره بدل الشاي جرب اليانسون والزنجبيل والبابونج وغيرها من الاعشاب، بس اكيد لا تكثر لها السكر. اما على السحور فوايدين صايرين يشربون كميه كبيره من الماء قبل الامساك، وهالشيء غلط وما ينفع الجسم. على العكس الافضل تناول خضار غنيه بالماء، لان المعده تاخذ وقت اطول لتهضمها، بالتالي تمتص الماء شوي شوي. واخر نصيحه على السحور تاكل روب او زبادي، لانه يحتوي على بكتيريا نافعه اللي تحسن وظيفه الجهاز الهضمي وتمنع النفخه والحموضه وتكافح الشعور بالعطش. بارك عليكم الشهر وعساكم دوم بصحه وسعاده.